السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفلوق الجديد اللي نديروكم في فيسبوك وفي يوتيوب. مرحبا، غتلقاو اليوتيوب ديالي راه في الوصف ديال الصفحة، موسى فلوغر. وبالنسبة للصفحة ديال فيسبوك ام سي موسى، هذا هو الاسم ديالي باش نشهد الصفحة دي فيسبوك كيف ما كتعرفوا. مرحبا بكم معنا، تحياتي للجميع. بزاف الناس طلبوني على دراسة الجدوى ديال الفقاصة. اليوم عندي لكم دراسة الجدوى ديال الفقاصة ديال 500 بيضة. فقاصة متكونة من قاطع، يكون عندك قاطع ديال الدجاج ديالك، فقاصة ب 500 بيضة، ويكون عندك داكشي عندو زوريه بالديطاي. و هادشي اللي كاين الاخوان، غنبداو معاكم الاخوان. اول حاجة خاص يكون عندك قاطع ديالك باش متحتاجش انك تشري البيض. البيض كيتقام عليك غالي، الا كان عندك القاطع ديالك كيتقام عليك البيض. اول حاجة كيتقام عليك البيض بواحد 50 فرنك، 10 دريال ديالنا مغربية حتى ل 12 ريال. البيض راه ساوي 3 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، على حساب السلالات اللي تربيه وعلى حساب السلالات اللي تفقصو. حنا كنهضرو على الفيومي، البيض ديال الفضي 3 دراهم، ديال الذهبي 5 دراهم، 4 دراهم. هذا هو الثمن ديال البيض للتفقيص، ماشي السوق. الثمن ديال السوق راه معروف الاخوان، بزاف الناس كيبقاو يقولوا لي ما كاينش الثمن في السوق، ما كاينش الثمن في السوق. اصاحبي كنهضروا حنا على التفقيص على سلالات الفيومي، ماشي كنهضروا على السوق. السوق راه معروف، ندير البيض درهم يتباع بدرهم، ندير البيض درهم ونص يتباع بدرهم ونص، ندير البيض جوج دراهم يتباع بجوج دراهم. دابا حاليا كاين البيض تساوي في السوق جوج دراهم. انا البيض ديالي ديال العتوقه بعتو بجوج دراهم، ديال الفيومي الذهبي بعتو بجوج دراهم. علاش بعتو بجوج دراهم؟ ما بغيت نغش حتى شي واحد نبيعولو التفقيص وما يخرجش ليه، وحتى الا خرج ليه غادي يخرج البيض الفلوس ضعيف. انا ما بغيتش نبيعو. هذا من جانب. غتكون عندك سيدي اول حاجه كيف قلنا قاطع ديالك متكون من واحد 20 او 30 دجاجه. كنفضل ان يكون عندك قاطع متكون من 50 دجاجه الفوق. علاش؟ باش تكون داخل على مشروع وتقدر توصل حتى المليون ديال الربح. واش فهمنا؟ مليون ديال الربح، 8000 درهم، 9000 درهم. اللي ما كيشداش موظف اللي كيسمعوا هاد الهضره بزاف، تجي يجي اللي مربيين الدجاج باغيينش الناس تدخل معاهم في الدومين، كيدخل التعاليق وكيبقاو يقول لك لا هادشي ما كاين، لا الامراض، كيموت الدجاج، راه هادشي كامل عارفينه. راه شحال من مرة كنقولها في المنشورات ديالي وفي الفيديوهات ديالي، الانسان اللي ما كيفهمش الدجاج وما كيفهمش لواحد الحاجة يمشي حتى يشري واحد 5 دجاجات او 6 ويبحث ويقرا ويمشي اليوتيوب يسول الناس، يدخل عندي انا يسولني مرحبا، وعاد يمكن له يدير شي مشروع. تفهمنا الاخوان؟ هذا من جانب باش هذوك اللي كيبقاو يهضروا بزاف نسدو لهم فمهم. ها حنا دابا تفاهمنا على هاد النقطة هادي. قلنا يكون عندك قاطع بواحد 50 دجاجة، تكون كتعطيك هاديك 40 بيضة في النهار، 35، 38 بيضة يوميا. هاد 38 بيضة ما غاديش نحسبوها حنا باش ميكونش عندنا الفيديو طويل، نتوما حسبوها. كان عندك فيض ديرة بثلاثة دراهم، كان عندك ذهبي راه شو سميتو راه داك رب 4 دراهم. حنا الا جينا نحسبوها راه نديرو لها فيديو ديالها بوحدها، يكون فيديو طويل. نديرو لها واحد الدقيقه ديالها نحسبوها حنا كاع معاكم. مثلا عندنا حنا يا سيدي نديرو حنايا 50 دجاجه كتعطينا 40 بيضه، 40 بيضه في النهار نحسبوها 40 درهم في 40 درهم في 40، 40 و 40 80 و 80 160، 160 درهم. 160 راه 90000 ريال في الشهر، 90
و30 فرنك 96 الف ريال. هاد 96 الف ريال تحيد من هاديك 800 درهم ديال المصروف، تقال لك 4000 درهم. هذا في يوم الذهبي كان الفضي تبقى لك 70 الف ريال. 70 الف ريال هادي من البيض، تخسر عليه واحد جوج خيشات ديال العلف وشي حاجه ديال الادويه راه ما كيبغيش بزاف. قالك 70 الف ريال ولا 65 الف ريال شهريا هادي من الدجاج. انا حسبناها دغيا، راه كاينه فيها داخله فيها امراض وداخله فيها داك راه، ولكن الانسان ما يبقاش يدخل في التفاصيل التفاصيل. يعني الانسان اللي كيدير الدجاج راه حنا هضرنا عليه يكون حرايفي، راه ما كيطيحش بزاف الامراض وما كيطيحش بزاف داك راه. الدجاج كيحتاج انك تنقيلو، يكون عنده مكان سخون فين كيبات فيه، ويكون عنده مسرح ضروري. الدجاج يخرج يسرح ما يقيلش يشم غير البوراز ديالو يقيل مربوط. هادي من جهه. احنا دابا كنربحو 70 الف ريال من الفضي او 80 الف ريال من الذهبي. غندوزو دابا للفقاصة. عندنا فقاصة ديال 500 بيضة، 500 بيضة تحط فيها الفلوس، تحط فيها 500 بيضة. هذيك 500 بيضة تبيعها على 21 يوم. 21 يوم، 21 يوم شحال فيها ديال الفلوس؟ عندنا اللي بغينا نبيعوه على 21 يوم 15 درهم. 15 درهم على 500 بيضة ب 500 فرنك، يعني 150 الف ريال. 150 الف ريال هادي على 21 يوم. كنا نبيعوه على 20 يوم، على شهر نبيعوه ب 20 درهم، او لكان ذهبي 23 درهم، حنا نديروها غير 20 درهم. 20 درهم سيدي ساوي 20 درهم 500 فرنك، 500 فرنك مليون الفرنك. مليون الفرنك الاخوان، شحال غادي تخسر عليها الاخ ديالي؟ ندوزو دابا الخسائر والقصور. هذيك البيض قلنا ديالنا فابور، راه حنا حسبنا الدجاج الاكل اللي كلا الدجاج وكلشي راه حنا حسبناه في البدايه ديال الفيديو وما شفتو. دابا كنحسبو حنا شنو ياكل عندنا الفلوس وشنو اللقاحات. عندنا ثلاثه تلقيحات، التلقيح الاول نيو هامشر ونيوكاسل وغومبور، ثلاثه تلقيحات. كاين اللي كيدير غير جوج. هاد التلقيح شحال ندير؟ 75 درهم. 75 درهم يعني عندنا واحد ب 75 درهم، جوج 150 درهم، واحد ب 75 درهم هي 4500. قول انت 250 درهم. هادو ثلاثه التلقيحات. عندنا واحد الفيتامين غادي نديروه لهم. الفيتامينات كاينه بزاف الاشكال، كاينه بزاف الانواع. غنجيبو فيتامين 100 درهم، فيتامين 100 درهم و 5000 هي 7000 ريال ديال الادويه. ها حنا هي حنا درنا الادويه، درنا الادويه ديالنا. دابا غندوزو الاكل. هذيك 500 شحال تاكل علينا ديال الاكل؟ تاكل علينا سيدي تقريبا 4 الخيشات. ما نحسبوش هذيك 80 غرام ناقص زيد 50 غرام زيد. عندك 4 الخيشات شحال فيه من كيلو؟ 200 كيلو. يعني كل خنشه فيها 50 كيلو، 4 الخيشات 200 كيلو. هذوك 200 كيلو شحال داير؟ مديرين 1000 درهم و 7000 ريال هي 27 الف ريال. نديرو هذيك 3000 ريال ديال الترونسبور، هياش 3000 ديال الترونسبور هي 30 الف ريال خسائر. حنا نديرو 500 درهم زايده فيها الاضاءه، فيها الاكسسوارات. الشهر الاول ضروري يتقام عليك الاكسسوارات بما فيهم الوكالات بما فيهم العلافات. زدنا لك 500 درهم هي ولات عندنا 40 الف ريال الاكسسوارات بالعالم ديالها
وهي ديجا ملي كتاخد الفقاصه راه كتاخد معاها اللوازم ديالها. احنا خسرنا الاخوان، قلنا الا كانت عندنا بعناها ب 15 درهم راه عندنا 150,000 ريال، كتشيط لك 110,000 ريال. بعتيه ب 20 درهم كتشيط لك 160,000 ريال. نديرو حنا السيده تشيط لك غير 150,000 ريال. 150,000 ريال من التفقيص و 100 وشحال و 4000 درهم، 4000 درهم و 150,000 ريال، هي شحال الاخوه؟ 1,030,000 ريال. انت 1,030,000 ريال، عندك فقاصه ديال 500 بيضه، عندك قاطع ديال 50 دجاجه، كتضرب 1,000,000 كل شهر. وهادشي هذا اللي كنقولو راه كيكون محترف، ماشي واحد مبتدئ وغادي يبدا يصور 1,000,000. انا براسي حاليا طبق مبتدئ معاكم، الحمد لله الراس عامر وكيزيد عمر كما كتشوفوا. انا راه في الخدمه، ها راه ان شاء الله هذا هو المشروع ديالي. باغي نضرب فقاصه وباغي نضرب ان شاء الله شنو سميتو 50 دجاجه الفوق. حاليا عندي 50، حاليا عندي 23 في ذهبي واجده راه بدات كتبيض الحمد لله، وعندي واحد 20 فيها الفضي مازال فيها الفروج، نزل الفروج عتشيط فيها ديك 15، اتبقى لي تقريبا هذيك 15 و23، 27 اتبقى عندي 37 نسوة. غادي نزيد، غادي نزيد هاد الشهر هذا، رانا ناوي ان شاء الله نشري شي 30 ولا 40 تكون واجده للبيض ذهبي او فضي، وغادي نشري ان شاء الله فقاصه، وغادي ان شاء الله باذن الله انني نشري تريبورتور باش انني نقدر نوصل السلعه للناس ونقدر نوصل السلعه ديالي للسوق، وغادي تكون الحياه بخير. هذا من جهه الاخوان، انا نتمنى نكون شرحت لكم كيفاش انك تربح 1,030,000 ريال الاخوان اللي حسبنا. واش فاهمنا؟ تبارك الله شتي شحال كاين ديال الارباح هذوك الناس. دابا ندوز للعصير ديال هذوك الناس اللي كيبقاو يكتبوا تعاليق، رانا عطيتهم شويه في الاول نزيد نعطيهم. اخوان ما كتفهموش في واحد الحاجه، كتجيو للتعاليق كتبقاو تكتبوا تعاليق سلبيه، على الدجاج ما فيهش هادشي، الدجاج فيه الخساره، الدجاج راه فيه الخساره، راه عرفنا هادشي. اي بنادم ملي باغي يتوكل على واحد الحاجه وكنوريو له الطريق ما تبقاش تسد عليه الباب، خلي الناس تخدم على راسها. وراه كيف ما كنقول لهم دائما عاوتاني، الناس اللي باغيين يدخلوا على شي مشروع ماشي عيجي ويتلاح، ضروري دراسه معمقه، ضروري تجربه. انا الحمد لله راه عندي التجربه ديال 4 سنوات، يعني خدينا اكسبيريونس، تعلمنا، استفدنا. عيب بنادم راه كما كنقول لكم دائما راه ما كيبغيش لكم الخير، شنو هو؟ كيكون في الدومين كيدخل 1,000,000، كيدخل 5,000 درهم، كيدخل 1,500,000، كاين اللي كيدخل حتى 5 مليون في الشهر. راه كاين ارباح مبهره، لا جيتي تشوف راه كاين ارباح اللي كاين عنده استرال، وهذا دابا كنهضروا حنا على الفيوم وشحال ديال الارباح. اما كان عندك استرالو ولا عندك سوسيكس ولا عندك رود ايلاند ولا عندك سيل بريت ولا عندك براهما سيل بريت ولا عندك براهما ارميني ولا عندك براهما ميلفرور ولا عندك الدجاج الملكي ولا عندك لي جورن، راه اش نقول لك، ولا عندك عاميات حبه من هادشي اللي ذكرت لك انا، وعندك فقاصه ديال 500 بيضه، اولا كبر المشروع ودرتي فقاصه ديال 1,000,000، كاين ارباح مبهره، تقدر توصل حتى ل 10,000 درهم الا كنتي محترف، حتى شي 10,000 درهم، 10 مليون اذا كنتي مربي محترف وعندك مسرح وعندك فين تربي الدجاج ديالك وعندك راحة البال، حتى واحد ما حاضيك بعيد على السكان، بعيد على العائلة ديالك، يعني منعزل، كتعرف كيفاش تخدم
والله غادي ييسر لك هادشي اللي كاين الاخوه. راه نتمنى انني نكون فدتكم ولو شويه. بنادم ينوض يخدم على راسه، اللي عنده راس المال يخدم، ما عندوش راس المال وخدام يعني كل شهر يحيد واحد شويه ويستوكي باش يدير المشروع ديالو، ما يبقاش دائما حوفار عند عباد الله. هذا المشروع هذا راه كيتلاحوا ليه موظفين في البوليس، موظفين في الحكومات، موظفين في الابناك، موظفين في الشركات. راه بزاف الحوايج الاخوان كما كتعرفوا، راني عطيتكم دابا راس الخيط ونتمنى نكون ما طولش عليكم. دابا وصلنا ل 16 دقيقه الاخوان، كيف ما كعودتكم دائما ما كندير لا مونتاج لا والو، كنلوح فيديوهات حصريه ما فيها لا مونتاج لا زواق لا حتى حاجه. نتمنى تتفاعلوا مع هذا الفيديو هذا، دوزوا عندنا اليوتيوب، دوزوا عندنا الانستغرام. تحياتي لكم، السلام عليكم.